المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فماذا لو انقلبت القاعدة وصار المتهم مذنبا حتى تثبت براءته؟ في هذه الحال تتوجه الأنظار إلى التوقيف التعسفي أو ما يعرف بالاعتقال التعسفي. في الساعات الأخيرة بدأت تنتشر على الطرقات اللبنانية إعلانات ترويجية مناهضة لهذا النوع من التوقيف، وهذا جزء من حملة أطلقتها منظمة ألف بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع منظمات محلية تعنى بحقوق الإنسان. الهدف الأساسي منا هو أنه نخلي المجتمع يعرف حقوقه ويعرف أنه في مشكلة من هالنوع، لأنه وقت يصير النمط أنه الاستثناء عم بيصير مقبول عنا وعم بيصير هو طبيعي، بيكون في مؤشر كتير خطر. يأتي ذلك في ظل تقارير للمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان محليا ودوليا تشير إلى أن لبنان تستمر فيه حالات التوقيف الإداري بحق اللاجئين والعمال الأجانب، إضافة إلى الاعتقال في وزارة الدفاع والاحتجاز الطويل الأمد من دون محاكمات، هذا إلى جانب حالات توقيف على أساس الهوية الجنسية كالمثليين مثلا أو حالات توقيف ضحايا الإدمان وغيرها. هذا من دون أن ننسى التوقيف التعسفي السياسي والتوقيف بحق الصحفيين والمدونين.